كابتن طارق فترة مهمة جدا جدا طبعا. 7 سنين في النادي الأهلي. 7 سنين 2012 من 2012 نعم. بتقيم الفترة دي كلها ازاي من وجهة نظر حضرتك؟ والله بص في النهاية طبعا هي الفترة يعني أكيد فيها طبعا نجاحات كتير وفيها طبعا أكيد فيها برضو إخفاقات يعني إنما نجاحات فيها كان الحمد لله رب العالمين كان فيها نجاحات كتيرة جدا يعني لما بنتكلم على المستوى القاري احنا واخد 4-5 بطولات على المستوى القاري من في الفترة دي يعني النادي الأهلي في تاريخه كله كابتن إبراهيم واخد 20 بطولة مع كابتن محمد يوسف قبل كده أنا طبعا سنة كاملة خدنا بطولة أفريقيا 2013 وخدنا السوبر الإفريقي من الصفاقسي 3-2 في استاد القاهرة يعني اشتغلت مع كابتن يوسف فترة كبيرة اشتغلت مع كابتن حسام طبعا كانت البداية مع كابتن حسام فبقول لحضرتك يعني النادي الاهلي في تاريخه كله واخد مع كل الاجانب اللي جم من النادي الاهلي كل الاجانب يعني الحمد لله خد يعني خد بالك انا ممكن مدربين مصريين ممكن الواحد يشتغل معاهم ويبقى المدرب هو اللي بيقول انا عايز طارق سليمان انما كمان لما بيبقى في مدربين اجانب والواحد بيشتغل مع المدرب الاجانب دي تبقى راجعه للمجلس الاداره نفسه يعني الحمد لله دي حتى بيتم اختياره سواء من المدير الفني اللي موجود المصري او حتى لما بيبقاش في مدرب مصري وارد جدا ان انا مابقاش موجود بيتم اختيار حتى من المجالس الادارات اللي كانت موجوده سواء بقى المجالس من ايام الكابتن حسن حمدي والكابتن خطيب كان موجود وبعدها المهندس محمود طاهر والفتره دي كابتن خطيب فالحمد لله انا زي ما بقول لك انا اشتغلت فتره كبيره في النادي الاهلي 14 بطوله في النادي الاهلي زي ما انا بشكر الناس طبعا المعدين لا ما شاء الله يعني ما فيش حاجه ما قالوهاش يعني في التقرير 14 بطوله 5 بطولات على المستوى القاري الاهلي في تاريخه كله خد 20 بطوله فالحمد لله مشارك ب5 بطولات يعني ربع البطولات مع النادي الاهلي في الفتره اللي بقول لحضرتك عليها ديت 4 بطولات دوري عام من اصل 5 يعني خسرنا بطوله واحده بس دوري 4 بطولات سوبر من اصل 5 برضو خسرنا بطوله سوبر واحده يمكن بطوله يمكن هي اللي معصلجه معانا شويه اللي احنا خدناها مره واحده بس هي كاس مصر خسرنا احنا دخلنا 5 بطولات خسرنا 4 في البطوله ديت وخدنا بطوله واحده يمكن دي البطوله حتى من 10 سنين ما خدناش خدناها السنه اللي فاتت فالحمد لله انجازات كتير اتحققت ومع مدربين مختلفين الحمد لله رب العالمين كل المدربين يا كابتن ابراهيم اللي اشتغلت معاهم في النادي الاهلي الحمد لله حققت معاهم بطولات الحمد يعني في مدربين مثلا يعني كابتن زيزو مسك اسبوع لما خدنا السوبر في الامارات ايوه واخد معاه بطوله أيوه. وبعدها مسك فتره ثانيه يعني انا اشتغلت ولايتين مع كابتن زيزو ولايتين مع كابتن فتحي مبروك ولايتين مع كابتن حسام البدري ولايتين كابتن حسام البدري كان 3 سنين يعني كتير قوي ساعدت انا مع مدربين كابتن يوسف ولايه حتى كابتن احمد ايوب يعني يمكن هي مباراه واحده ولكن هو كان مدير فني فيها مباراه المصري الاخيره صحيح طيب